يمكن أن يضغط الإسلام كله بكلمة واحدة، إنها الاستقامة. فإن لم تستقم لن تقطف من ثمار الدين شيئا، يبقى الدين ثقافة، معلومات، تراث، فكر. إن لم نطبق منهج الله عز وجل يبقى الدين ثقافة ليس غير. لذلك لو اعتنق الإسلام مليارات لا وزن لهم في الأرض، كما هي الحال اليوم، لا وزن لهم، ليس أمرهم بيدهم، ليست كلمتهم هي العليا، للطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل. خمس دول إسلامية محتلة، ثرواتهم منهوبة، شبابهم يقتلون، أليس كذلك؟ قل لي في الإسلام كلمة، الإسلام كله كلمة لا أسأل عنها أحداً بعدك. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. بعد الاستقامة الحديث لا ينتهي عن مكاسب المسلم، عن أخلاق المسلم، عن روحانية المسلم، عن سكينة المسلم، عن ثقة المسلم بالله عز وجل، عن تفاؤل المسلم، عن سعادة المسلم. أما قبل الاستقامة معلومات محشوة في الدماغ ليس غير. لذلك أحد كبار الأئمة يقول: جاهد تشاهد، لن تشاهد الحقائق، لن تسعد بها إلا إذا جاهدت نفسك وهواك. أيها الإخوة، إذن الإسلام كله يضغط بكلمة واحدة. فتوفيراً للوقت والجهد واختصاراً للقيل والقال، إن لم تستقم لن تقطف من ثمار الدين شيئاً. هي الحقيقة المرة التي هي أفضل ألف مرة من الوهم المريح. ورد في الأثر أن أحدهم سأل النبي الكريم: يا رسول الله، عظني ولا تطل. اختصار، فورد هذا الكلام: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: أريد أخف من ذلك. قال: إذن فاستعد للبلاء. قال له الطبيب: حمية تامة، معك التهاب معدة حاد، حمية تامة على الحليب فقط. قال له: أريد أن آكل كل شيء. قال له: إذن استعد لعمل جراحي. قضية واضحة مثل الشمس، يمكن أن تشفى بحمية صارمة، فإن لم تقبل بها استعد لعمل جراحي. القضية واضحة. الشيطان ذكي جداً كما يقال، يدعو الإنسان إلى أن يكفر بالله، فإن رآه على إيمان دعاه إلى الشرك، إن رآه على توحيد دعاه إلى كبيرة، فإن رآه على طاعة دعاه إلى صغيرة. فالصغائر أحد أكبر مداخل الشيطان على الإنسان. فإن رآه على ورع، في عنده بقي ورقتان رابحتان، التحريش بين المؤمنين، لا فلان لا أظنه مخلصاً في دعوته، شققت على قلبه، التحريش بين المؤمنين. فإن لم تنجح معه هذه الورقة الأخيرة، في عنده ورقة هي المباحات، يغرق في المباحات، يمضي وقته في تزيين حياته، في الاستمتاع، لم يعصي الله، لكن هذه المباحات استغرقت كل وقته. إذن يدعو إلى الكفر، ثم الشرك، ثم الكبائر، ثم الصغائر، ثم التحريش بين المؤمنين، ثم المباحات. أنا أقول دائماً: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، هرة، لا هي أطعمتها
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فما قولكم بما فوق الهرة؟ بشعوب بأكملها تقتل، بشعوب بأكملها تجوع، تموت من الجوع. الآن نتائج الاستقامة في نتائج محدودة، نتائج غير محدودة. يقول عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا نتائج الاستقامة. يا ترى المستقيم سليم؟ سليم. الاستقامة تفضي بك إلى السلامة، يحفظ الله له ماله، ما أكل مال حرام، يحفظ الله له أهله، ما اقترف فاحشة حتى يعاقبه الله بأن تزل قدم زوجته، هو عفيف، الله وهب زوجة عفيفة، أولاده أبرار، كان براً بوالديه. الاستقامة تفضي إلى السلامة، هي نتيجة وسعادة وطمأنينة وثقة بالله عز وجل وتوفيق ورزق وسكينة. استقيموا ولن تحصوا، بدءاً من سلامة الصحة وانتهاءاً بسلامة العقيدة، بدءاً من سلامة حياتك المادية وانتهاءاً بتألق حياتك الروحية. استقيموا ولن تحصوا، لأنه ورد في بعض الآثار: أحبوا الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد. الشاهد في الذي سيأتي: وأبغض ثلاثاً وبغضي لثلاث أشد، أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد، وأبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد، وأبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يصدق خبراً يتناقض مع وحي الله، ولا يحتكم إلا إلى شرع الله، ولا يعبد إلا الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآن الاستقامة لها هدف كبير جداً، هدف دعوي، أنك إذا استقمت يستقم بك. الأمين وهو صامت يعلم الناس الأمانة، الصادق وهو صامت يعلم الناس الصدق، العفيف وهو صامت يعلم الناس العفة. استقيموا يستقم بكم. بيقول طبيب جراح جاءته هدية من مسلم عاصي، زجاجة خمر، قال له: هذه لا أقبلها. قال له: قدمها هدية. قال له: لا أقبلها ولا أقدمها هدية. يقول هذا المهدي: والله بعد حين أحد أسباب توبتي عن الخمر رفض هذا الطبيب قبول هذه الهدية. استقيموا يستقم بكم. صلي بالبيت، ابنك بيصلي، اعتذر من زوجتك إذا في خطأ منك، بتعلم ابنك الاعتذار، ما في مانع. في خطأ تكلمت به، قل: أنا تكلمت خطأً أرجو المعذرة. أنت وأنت مستقيم على أمر الله تعلم الاستقامة. استقيموا يستقم بكم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. الاستقامة تبدأ من القلب. إن الله لا يغير ما بقوم، شوف، حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأمر يبدأ من القلب. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. إذا استقام قلبه يستقيم لسانه، وإذا استقام لسانه
ابتعد عن مئات المعاصي التي يسببها اللسان. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى عد عشرات بل بضع عشرات من المعاصي ترتكب عن طريق اللسان. ماذا قال الصديق عن الاستقامة؟ قال: ألا تشرك بالله شيئا. نظر للاستقامة من زاوية السبب. أنت حينما توحد لا تكذب، أنت حينما توحد لا تنافق، أنت حينما توحد لا تأخذ ما ليس لك، أنت حينما توحد لا تعتدي على أعراض الناس. أصل الاستقامة التوحيد، الله معك وهو معكم أينما كنتم. لذلك سيدنا الصديق نظر إلى الاستقامة من خلال سببها وهو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد.